احمد لك قبولك فقط للمناقشه وليست مناظره. خلاص فارجو انت تمثل قطاع. انا لا امثل الا نفسي. لا لا اسف اسف انا لا امثل الا نفسي. اللي عايز يحاسبني يحاسبني على كلامي ولا يحاسب الاخرين. خلاص فانا بقول ارجعوا يا جماعه استفتوا. انتوا ليه ما بتستفتوش دار الافتاء؟ ما بتستفتوش ليه مشايخ الازهر؟ يجوز فصل الدين يا جماعه عن الدوله؟ يجوز فصل الدين عن الحياه؟ الكلام ده نشأ في اوروبا لما كانت في سطوه للكنيسه فاضطروا الملوك انهم يعملوا الثورات اللي حصلت اللي انت عارفها بس ويفصلوا الكنيسه شيخ محمود عن الايه شيخ محمود منهج الحكم استاذ بس وقف منهج الحكم الحالي اصبر اصبر بس هنريحك طيب اتفضل لأن الملوك عملوا الثورات لسه ثانيه واحده الملوك بس يا حبيبي اصبر لان الكنيسه كانت بتمثل في اوروبا سيطره على العقل البشري وانكار المعلوم من العلم حقيقه انت ما عندكش المشكله دي في الاسلام. الاسلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاصل في العقائد والعبادات التوقف. اقف على النص ما تتحركش. اما في امور الدنيا الاصل فيها الاباحه. ابدع في الدنيا زي ما انت عايز لكن اذا جاء الدليل تسكت لان امر الدنيا مفتوح. انتم اعلموا بامور دنياكم بس مش بفهم العلمانيين بفهم السنه. بمعنى ايه؟ الاصل في امور الدنيا ايوه ابداع مش ابداع بتاع الفنانين ابداع في الاختراع وتيسير سبل الحياه للناس. لكن اذا جاء دليل شرعي ثابت يقول لك يا استاذ شريف دي لا نقف. طيب ما انت ما تجيب لنا الدليل الشرعي الثابت على ايه؟ شايف على ايه؟ على يعني مثلا هقول لك حاجه اتفضل خلينا بس ما نبعدش عن الواقع. والله انا ما اعتمدتش منهج الحكم الحالي مثلا منهج الحكم الحالي مع فصل الدين عن الدوله مع لا مش صحيح. عارف ليه؟ اثبت لك اثبت لك قد يكون التطبيق العملي لكن الاقراري لا. ده الدستور بيقول ايه؟ الماده الثانيه هتقول لي لا التانية. الدستور بيقول ايه؟ الدين الرسمي للدوله والاسلام. يبقى ده انت عارف دي الشعره اللي بين الإيمان والكفر للنظام لأي نظام. ولما يقولش يبقى 98% من أنظمة العالم كفار لا بهذا لا المنطق. لا مش الكلام مش كده يا أستاذ شريف. الكلام في دلوقتي في الحكم العام هو بيقول لي إيه أستاذ وائل؟ بيقول يعني نظام الحكم الحالي عشان عايز إيه؟ يدخلني في خصومة مع النظام. لا ما وكان غيره أشطر يعني بدق أسفين يعني أيوه طيب أنظمة الحكم أنظمة الحكم أيوة. أنظمة الحكم أيوة. في معظم العالم العربي أيوة. هي تتبنى فكرة فصل الدين أيوة. عن الدولة وعن العمل السياسي لكن هي لا تدعو لفصل الدين عن المجتمع ولا عن الحياة هو ده الفارق. أنا برد بقى على ده بقول لك لو الكلام ده صحيح يبقى المادة بتاعت الدستور مادتين اللي في الدستور دول ينفوا الكلام اللي انت بتقوله. كون الدولة مقصرة من ناحية الشريعة ولذلك انا قلت لحضرتك ايه احنا عايزين ناس تفهم يا جماعة بنقول الشريعة بتقول اي حكم شرعي يسقط بعدم القدرة بس قر بيه. العلمانية ترفض الاقرار بالحكم الثابت وهو ده اللي ايه نشط جماعات التكفير العيني. انا كلامي انا لما بقول العلمانيه كفر ده حمايه للعلمانيين عشان يراجعوا نفسهم يراجعوا نفسهم أيوة. هو انت تكفروا وانت لا لا مش تكفير ده معلش يا استاذ ما هو بعد التكفير لا يبقى الا الضغط على الزنا لا تسيبك من الزنا ده احنا طب عايز اقول لك حاجه يا استاذ وائل والاستاذ شريف بقى باحث هات لي مثال واحد وهطلع لك كل اللي في جيبي مش كتير ما تخافش وهحدده لك قدام المشاهدين سلفي حتى من السلفيين اللي على المجاز اللي على المجاز او اللي اساءوا للسلفيه زي مدرسه اسكندريه او حسان او الجماعه دول او انصار السنه في المركز العام اتهم في قضيه ارهابيه. السلفيه الجهاديه؟ لا دول خوارج دول يعني هي القاعده ده برهامي نفسه اللي انا متحفظ عليه كان ليه مساهمات في السبعينيات في مكافحه هذا الفكر هو محمد اسماعيل. لا 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 خلينا ده شغلنا احنا بقى وروح السلفية فعلا لا تدعو الى العنف لكن